جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، لو تطهر إنسان ثم لبس الخف ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبدأ المدة بعد هذا المسح أو لا تبتدي إلا بعد المسح عن الحدث؟ المدة تبدأ من حدث بعد لبس، ولا تبدأ من المسح لتجديد الوضوء، هذا سنة ليس واجبا، إنما تبدأ من الحدث بعد اللبس، هذا بداية المدة. نعم.